اسعد الله صباحكم ومساءكم اينما كنتم معكم ابراهيم ادريس في رحله ملامح من الذاكره الاريتريه نصطحب في هذا اللقاء الاخير من حلقتنا الاستاذ صالح سليمان ادم لكي يقف في أهم ملامح هذه الحقبة التي بدأت منذ ولادته في 49 إلى سنة 1980 في هذه الرحلة كنا وما زلنا نتابع أهم نضالاتهم هو برفاقه في حركة الجنود التي أمنت على قضية وحدة الجيش الاريتري الغاء المناطق الوصول الى المؤتمر الوطني من اجل انتخاب قياده تعمل من داخل الاراضي المسلحه وتقود هذا العمل ضمن اطار وحدوي عام. في هذه الرحله كانت هناك تجربه الجنود وكما ايضا كانت هناك تجربه الاصلاح وهناك ما يعرف بتجربه حزب العمل الذي قاد هذه المرحله منذ مراحل متقدمه في مرحله مؤتمر عنسب الذي شاركت فيه الوحده الثلاثيه وتخلفت عنه المنطقه تخلفت عنه المنطقه الاولى والثانيه وشاركت فيه المنطقه الثالثه والرابعه والخامسه الى مرورا الى على دائب ومن ثم الى مؤتمر ادوبحه ومن ثم الى المؤتمر عواتق الذي أوصلنا إلى تجربة المؤتمر الوطني الأول والثاني في هذه المرحلة أهم مرحلة فيها في المؤتمر الوطني أن أسس لفكرة الجبهة الوطنية العريضة الديمقراطية من خلال بناء المنظمات الجماهيرية التي كان فيها الاتحاد العمال إحدى هذه الركائز وكنت أنت يا أستاذ صالح إحدى هؤلاء القادة والكوادر الذين فعلوا هذا العمل في إطار اتحاد العمال السؤال التاريخي في كل هذه الانتظارات التي أوجدتموها هناك ما وما زال تبعات إحدى الأزمات التي أخذت ثلاثة أبعاد إحداهما تجربة سلفناس النت تجربة عوبل وتجربة حركة الإصلاح التي كان يقودها سعيد حسين في دانكاليا بين قيادة أسياس لسلفناس وقيادة آدم صالح وعثمان عجيب وبين قيادة سعيد حسين ورفاقه أمثال عمر سبا هناك أزمة يحمل البعض منا لتجربة وقيادة حزب العمل لهذه المرحلة وآخرون يقولوا لا حزب العمل هو الذي أوجد خط السياسي الذي منه فرزت هذه القوة التي لم تعمل من أجل تأكيد الجبهة الوطنية الديمقراطية وتحقيق برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية ما هو رأيك لا سيما أنك من قال أن الثورة هي ثقافة وحضارة لك المجال وتختمنا بهذه النقاط ورؤاك حول حزب العمل وثلاث النقاط التي ذكرتها تفضل شكرا جزيلا أنا مستمتع بهذا اللقاء الشيط خلاني أرجع ل الذاكرة و فعلا الانقسامات اللي حصلت في الساحة الإرترية أنا كنت قلت المجتمع ما متجانس ما لقى فرصة نجرة تعاقب الاستعمار ما قدر يوحد نفسه المجتمع بالتأكيد مثل هذا المجتمع من الطبيعي تحدث فيه صراعات قبلية إقليمية وطائفية وإلى آخره. لأنه ما مر ما مر بمرحلة التطور المجتمعي بشكل طبيعي. عشان كذا الانقسام اللي حصل أخذ شكل قبلي وهو صراع سلطة لا أكثر ولا أقل. إذا إحنا حنقارن مجموعة عوبلين وقيادة الجبهة الثانية ما بعيدين من بعد حتى في التركيبه الاجتماعيه ما ما بعيدين من بعد هناك في ادم صالح وعثمان عجيب ومحمد عمر احمد ادم عمر احدى مؤسسي حزب العمل يعني كلهم دول موجودين الطرف الثاني برضه موجودين ناس عبد الله ناس حين خليفه ناس مين موجودين ناس صالح في الاخير يعني اعتقد نصه وصفوا في واحد أعتقد أستاذ عثمان إذا بيقول البعثي أدول العباليين ما تنزيم قبلي بيقول كده مجموعة اختلفت مع طرف الثاني لكن ما أخذت شكلي ده بصرف النزعر هل هم قبليين ما قبليين في الأخير تحولوا وقد حملوا فكر بعثي واستمروا يعني اذا ده نهايه هو صراع غير منظم هناك يعني في صراع منظم اللي يتبناه السياس وسلف نسنت وانسان وثاني صراع غير منظم صراع سلطوي بيستقل التركيبه الجهويه في 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 صراعه في لكن ما في شك انه كلهم كانت عندهم مطالب وكان عندهم ايضا الام وبعض المنقصات يعني ليس هناك من يجرؤ الى تغيير شكل سياسي ما لم هناك تكون في تحديات واجهته واختلفوا الاخرين معه حولها. جميل احنا إذا أخ... ناخذ الانقسام الحصل في بعد مؤتمر دمعه ما بين الطرف التابع لعثمان صالح شهيد اسمه صالح سبه والطرف الثاني ده ياخذ طابع صراع اقليمي ما بين اما الذي الاعلى اللي يمثله إيه ادريس محمد هذا ومجموعته والطرف الثاني يمثله إيه عثمان صالح صالح هنا ده قد, قد تجد اختلاف مناطقي إيه و, 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 و اقليمي اقليمي أيوه. إيه ده, ده ده ممكن اما فيما يتعلق بال, بال... ل... اعتقد ال... م... ما في رؤى مختلفه قدموها عشان يختلفوا انت لما تقول في اختلاف في إيه اقصاء لازم تكون هناك اراء واضحه ل... ل... ما في اراء طرح انا باعتبار كنت اتابع ما شفت مثلا طرح بتاعت هذول ال... ب... طرحوها ك إيه إيه عملية اقصاء او عملت تقسيم صراعات داخليه لانه في الاخير هم يشقوا لكن انا اقول هذا كان صراع سرعة صراع صراع سلطه لا اكثر ولا اقل الجانب السياسي قلت هو صراع منظم لانه وضع استراتيجيه من من جاء قال نحن كمسيحيين بين سندانة إثيوبيا و مطرقة, مطرقة المسلمين أيوة. أرح بهذه الصورة وإذا كان اسياس أنا كنت لما كنت كنت أقول إذا هو صنيعة المسلمين هو يعتبر شجعهم هو ماذا تعني بصنيعة المسلمين؟ هل المسلمين عندهم دور في سلفنا سنت؟ هم هو هو ما 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 هو عندهم دور في 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 حماية مبدأهم هم عندهم دور اولا مؤتمر لوط انا العباره قال اذان عثمان سالح سبي و إيه ايضا استثنى إيه السياس لانه حيكون عشان يكون الصراحه الطائفي في 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 يارتريه في اريتريا أه عوبل عو يتحالفوا 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 معاهم القوات الحرس على قال المسيحين اقتلوا إيه إيه جبهه الحرس قتلت المسيحين دل دل كلهم ده انقسامه ده اللي ادى إيه لسعة حسانة يستمر في 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 هذا النهج. بعد الانقسام إيه إيه بعد ما توحد مع قوات التحرر الشعبية ايضا هما هو كان مجموعة إيه اللي كان اداه من طابع طائفي اداه طابع وطني. طيب قوات التحرير الشعبية الريثية وسلف سلفنا النت وعوبل وابو طيار مجموعته والمنطقه الرابعه واسمروا الى مؤتمر سحيلة ووصلوا الى مؤتمر وتكوين حزب شعب حزب ماركسي الى ان وصلوا لان يكونوا حاجه اسمها قوات التحرير قوات شعبيه الاريتريه اللجنه العسكريه وانشقوا ايضا من عثمان صالح سبه كيف نبرر أن هذه الوحدة تمت وتم تكوين فيه خليط من كل مناطق السمهر وكبسة والساحل وقطاعات كبيرة جدا من المجموعات التي كانت يقودها أبو طيارة وكونوا تنظيم سياسي وبل واتفقوا مع جبهة التحرير بعد المؤتمر الثاني للوصول إلى آآ آآ مؤتمر آآ أكتوبر آآ لقاء أكتوبر الوحدوي فعلا. بين التنظيمين كيف تفسر هذا؟ هو القاسم المشترك بينهم هو عداهم للجبهه كل كل الاطراف دي ايوه موقفه ضد ما في جامع جماعة على اساس كده وبعدين تفرطوا هم ما مشوا مسافات طويله مع بعض في الاخير كل واحد على السبيل الرابح الاكبر فيه كان اسياس اولا اللي هو الاخذ تابع وطني ارتباطه وكسر أو ايضا حقق مكاسب سياسيه مكاسب اجتماعيه مكاسب اقتصاديه ايضا عسكريه باتفاق مع عثمان صالح الشهيد عثمان صالح سبب ثاني بخروج بطرد عثمان سبب من 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 بعد اتفاقات 75 أيوة. وكسب الاخرين وخروج ايضا هو اللي الطرف الثاني، اذا كله كلش في في في, في هذا التغيرات بتجعل العسرة اللي, 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 اللي اشتغل بها السياس هم المسلمين نفسهم. ما, ما لكن في ما ما تنظيم جبهه التحرير الاريتريه تنظيم تبنى الفكر الماركسي من خلال حزب العمل بعد المؤتمر الوطني الاول والمؤتمر الوطني الثاني طلعت نتيجته انه الاغلبيه العظمى من قياده المجلس الثوري واللجنه التنفيذيه هم حزب العمل. اكثر من ذلك كثير من قيادات المنظمات الجماهيريه كانوا ايضا يعني منتخبين ومرشحين من حزب العمل تم استيعابه. هذا لا يمثل المسيحيين ولا يمثل المسلمين، هذا تنظيم طرح برنامج معادل الامبرياليه وضد القوى الرجعيه وتحالف القوى الاجتماعيه في الجبهه الوطنيه الديمقراطيه. الجبهه الشعبيه نفس الحكايه انه ايضا امنوا على هذه على هذه التفاهمات، انشقاق عثمان عجيب ما هو انشقاق قبلي بعد القوات الحريه الشعبيه لانه طرحوا ما يعني وعندهم كادر متقدم ظهر في الاتحاد العام يؤمن بفكر اشتراكي لحزب البحث العربي الاشتراكي. هنا في هناك تغيرات حتى لو أقل يعني آه لم نستثني هذه الملامح القبلية والطائفية وآثارها على ذات الواقع لكن الثورة الإنترية تغيرت أنت تتحدث عن أن الثورة هي بعد لها بعد ثقافي وبعد حضاري هل هذه الثورة كانت سلبية 100% أم هي آه حضنت كل إيجابيات وسلبيات المنطقة وهو ده المفصل للإجابة <applause> أنا أولاً الثورة الفكرية كل اللي حاجة واحدة إيمان المجتمع الإرتري بإزالة الاستعمار الست... وأنا أشوف حتى مع الاختلاف مع الانقسامات الحسن الثورة فيها بدأت من شو إلى تصاعد ثم الهبوط ثم الانحدار الجبهة التحرير دي جبهة التحرير دي جبهة أعيد لي الرسم البياني ده ثاني أيوة مرحلة هي مرحلة تأسيس كانت أكبر مرحلة جبهة التحرير خلقت فيها علاقات مع الدول العربية كسرت الحصار الإعلامي تجاوزت المحيط العربي إلى محيط وسط كوبا وسط الصين اكبر عمل عملته في في هذه المرحله وحققت العقاب و منظمه عقاب كسر اسعار اقتطاف طائرات كان أيوه. شو عمل متقدم هذه المرحله الاولى المرحله, المرحلة الاولى المرحله, الأولى. إيه المرحلة انا عقد مؤتمرات ايوه ده ده ده, ده شيء حداري انت تختلف عن مؤتمر الكل تحدث عنه مؤتمر العنسبة. عن سبا طيب. مؤتمر عرداعي مؤتمر عواتم مؤتمر دوبحه دي سدو حيلة من الناحية ناحية دا, 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 دا إيجابي أيوة يعني دي دي دي, دي, دي شي المؤتمر شي الأول اللي جاب الشعبية يعني كل, كل كل شيء كل شيء أيوة و ده تصاعد لحد تصاعدي أوكي اللي جاب التحرير اللي جاب التحرير ده ده التنظيم الثاني تنظيم لا 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 أنا عايز حد حد أسأل بس اللي عنده تنظيم اللي جابها, عندو تنزيم اللي جابها عندو استراتيجية عنده هدف عنده وضع طوبة فوق طوبة أيوة تبان هذا التنظيم ايوه اه الثاني نجي في في عن الحزب العمل ما في فكر ايديولوجي ما في واحد فيهم قرا كتاب دل كلهم على حزب الحزب كمثل الحمار يحمل اسفاره كلهم يعتبر يعتبر, يعتبر عمر جابر المناضل الكبير يصف الحزب العمل هم بالنهار مركزين لما يرجعوا بالليل هم قابلين و يقول انا اعذرهم لانه دول جماعه الماء تحت لكن من كثره العمل اللي عملوه في داخل الثوره لقوا تعيير جماهيري ويوصف الناس التجرينيا دول قال ما في كتاب ماركسي بتجرينيا وفهموا باللغه الانجليزيه بسيط كيف بقوا كيف بقوا ماركسيين إذا الحزب هنا أنا عايز عشان تفضل 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 لا إذا أنا قصدي هنا عندنا حزب العمل وعندنا حزب البعث حزب حزب العربي ايوه. حتى حزب البعث أنت ما ممكن ترسخ فكر فكر معين في مجتمع غير متجانس في مجتمع منقسم في مجتمع اصلا في طرف ما بي 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 بالعربي باللغه العربيه بالانتماء العربي بالمناسبه الظاهره ده حصل في داخل الجبهه كنت قال في 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 تدريب انا مجموعات كثيره كان يقول ان السوريين والعراقيين العراقيين اللي قالوا لنا عرب عشان كذا تخلينا في في, في 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 سبتمبر في دوره سبتمبر عندي زملائي هنا مسيحين نحن قال نحن رفضنا ندرس اللغه العربيه لانه يقول نحن ما عرب كيف انت تجد فكر حزب كون تنشره في وسط مجتمعات اذا انا اقول كل الافكار اللي تحملها الناس يعتبروا حتى التقدمين الاخوه الاخوه الشيوعيين اللي انقسموا اللي, اللي, اللي لمسوا مشوا مع اللي مشوا مع قوات الشعبيه ولا بقوا لا فجاه مع الاسكان لكن ناس حتى 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 في ناس ما يقروا يجدوا القراءه حدا على الحزب كان يعني اذا انا اقول ما في فكر حزبي اذا ليه زي ما تفضلت هم اللي خلقوا الصراعات الداخليه في 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 داخل في داخل الجب يقول الجبهه جبهه حر جبهه وطنيه ديمقراطيه معناها تستوعب كل القوى السياسية القوى السياسية مختلفة إذا يا أخي أنت عملت حزب العمل شيوعي منبوذ ما يقبل المجتمع ليه ما تسمح لي أنا أمشي أعمل حزب إسلامي إذا في واحد حزب إسلامي وإن كان حزب إسلامي ما كان في داخل في داخل الجبهة كان في تجمع إسلامي كان في تجمع إسلامي تجمع وطني يعني تجمع وطني إبراهيم إدريس محمد آدم دول. دول الجماعة اللي كانوا إيه بيقولوا إيه اسمهم ما كان حزب إسلامي لكن هم مسلمين يرفضوا توجه التوجه المركزي ايوه ما ممكن يتقلبوا ناس محمد اسماعيل عبد وناس مين ناس مين اللي اسسوا الثوره وتعاملوا مع مع ينقلبوا بين الله وضحاها اسلاميين دول حملوهم انا في اللي قراته المسلمين قال ما نسميهم لو كنا لما قال يقول الناس الكتاب اللي كتبه محمد الدين يقول له ابراهيم ايوه الجماعه احنا ما نسميهم إيه قدرنا نطلع من الخلافات قال إيه للتقرنيا نحن ما سميناهم باسم تجرنيا ولا دي ما سميناهم تجرى لكن اديناهم طابي إيه اسم سياسي دول سميناهم ال ال اللي إيه ال وذيل سميناهم اليمينين اليمين الرجعي عشان كده انا اقول ما في انا اعتقد ما في حزب سياسي يتبنى الماركسيه علميا كماركسيه شيوعيه ناس اللي تعلم كل كل القيادات اللي تبنت انا متاكد افراد قد يكونوا قرأوا قد يكونوا قرأوا حتى عملت عملت تطبيقه ما كان بشكل صحيح اذا اللي خلق صراعات في داخل الساحه فيها. هو هذا هذا الحزب اللي إيه إيه فتت مع كل الخلافات الجبهه كانت إيه مستمره وتكبر وصلت من إيه حدود قاروره الى اخر دكاليا اللي كانوا يقودوها هم هم ماشيين انا إيه هو والأخ ايش قعدنا في في موضوع تاع حزب العمل. أه الإقصاءات هم انتشروا في في كل مفاصل التنزيل. هل كنت عضو حزب؟ أنا ما كنت عضو حزب. أه قالوا نشروا طبعا في اتحاد المرأة عندهم حزب ما في عضو حزب ما يجي قيادة. في اتحاد العمال في في, في الفلاحين في كل الملزمات نفس ابو حساب انت اذا ما عد حزب ما في القياده ايوه انا كنت في بدايه في مؤتمر تاسيسي في القياده كنا بعد ما استشهد الحين الشهيد الحندي ابراهيم كان كان مسؤول عم كان عم مسؤول علاقات الخارجيه ياسين على يا الجامعة كان شؤون تنزيمية سعيد السابر كان أه اعلام انا كنت في السكرتاريه هناك معهم بعد قبل 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 المؤتمر الاول ايوه الجماعه ناس درماس كان معانا حور درماس بعدين اعتقلوه في بوكرايت ايوه ايوه ديل كل جابوا ناس جديده حتى اذا في الاتحاد ايوه جابوا ناس ما عندهم علاقه ما عندهم سنه سنه في الاتحاد كل الناس الغير حزبيين حزب قال لما اخترق قال عاوز اقعد معاك كمراد الوطني يعني كبير يا صالح سليمان تعال نحلقوا لك قلت له قد شو لا انت شايفك بي 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 بيتعامل مع محقيات الاتحاد بشكل عام قلت له يا حشك انا أسألك هل في حزب العمل في داخل الجبهه؟ ده سنه 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 يقول يا صالح ما في حزب العمل ايش في قوة ديمقراطية تقود هذا التنظيم لو هذا ما أشار إليه إبراهيم أحمد علي في كتابه بما يعني ذلك بمعنى أنه إحنا ما كنا شيوعيين صح كنا فينا قيادات ماركسيه استخدمنا المنهج لكن اللي احنا كنا بنوجه فقط السياسات والبرامج لكن القياده كانت قياده جماعيه. ده تبريره لمقوله انه هل هم كانوا قابضين على كل العمل السياسي ام لا. بغض النظر عن تلك الرؤيه وغيرها. ايه هي الأسباب اللي أدت طيب إذا كان احنا بنقول سلف نازلنت وعوبل هم قوة قبل قبل المؤتمر الوطني الأول والثاني أعلنوا انشقاقه. إيه اللي خلى أنه تيارات سياسية وطنية تظهر في تنكاليا بتنظيم وأيضا تظهر قوة سميت على أنها قوة إصلاحية اتهمت بأنها إسلامية وأنه يصلوا هؤلاء ينتهي بيوم الحال في مغرايب وينتهي بالآخرين بأنهم يتبنوا الكفاح المسلح ويدخلوا عن طريق دنكالي ويتم تصفيتهم تصفية كما تمت في منطقة دنكاليا تفسيرنا شنو للحاصل ده من داخل الجبهة أول كون الأخ إبراهيم يبرر ما نحن قاعد يتنافى مع كلام الأخ عمر جابر اللي يقول هذا حزب العمل وفي الأخير غير حامد آدم سليمان وبل أكتخلي كلهم قيادة الحزب وكانوا قيادة الجبهة كيف يبرر يعني في ويبرر خلافات الحسنة ده آه هو كان عدو لجنة الإشراف في المتبارة الحسنة أيوة. ويقول كل اللي كتب كان يمشي للمسيحيين واللي يكتب بالعربي كان يمشي للمسلمين وأنا حسيت وكان رجع إلى الأربعينات أربعينات مرجع الكلام هذا أيوة. الأخ إبراهيم ما ما ما, ما في حزب العمل تقول كل الإيرتري بيعرفوا, بيعرفوا ناس العالم تعرف يعني هذا مبرر اصلا ثاني انا ما 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 عاوز ادخل في ممارساتهم ضد 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 التدين في ناس منعت محمود انسر الله يرحمه لما عمل اذان قال ثاني ما تاذن اذا عاوز تسلم سله وحده انا بعرف انسان جابوه من منطقته عشان كان عنده خلوه شحن كله اللي جابوه هناك في في هو ثاني لما رجع للمره الثانيه جابه هو ده ده في ممارسات كثيره ك... 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 كانت 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 تحصل في في نحن اليوم الجبهه الشعبيه عملت فلان وعملت فلان انت اذا كانت اذا حاولت صحيح يجب ان تعترف باخطاءاتك ب... انا اللي عايز اقوله اذا اولا ما في حزب ما ما في جماعه تحمل ايديولوجي حزب دا ما زي ما تقول يعني يعني كوبي بيست هناك مجتمع زي 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 انا كان يناقشوا وانا ما اعرف الوقت حيمشي انا نشوف في يناقش هناك واحد وما لما دخلوا الناس تقرني تعلمينهم يعني كان يناقش الماركسيه واحد قال يا اخي ماركس قال الشيعية تنشأ في في بلدان الصناعية ما ممكن تنشأ في بلدان غير صناعية بس قال يوم باليوم واحد يقول له لا لين صحيح يحصل تأثير من ال ده انعكاس باعتبار مجتمعات مترابطة يحصل تأثير على المجتمعات اللي مواصلة الصناعة اذا بامكانها تحصل ممكن يكون في 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 بلدنا بهذا الفهم كان اما اخواننا هذول حتى ما في واحد قرا في يوم كتاب بيجي يتعامل والله انت تسلي كذا هذا يميني انت ما ما سليت مش تتكلم اي حاجه و ما دا طبعا عنده تبسيط ل ل لحقائق التاريخ صراحه حيوضحها حي لكن آه معروف انه في جبهة الحديث كان في مدرسه كادر كان المفروض كان في مكتبه ماركسيه كان في اطلاع لفكر ماركسي كان في اوراق سياسيه تقدم كان في برامج تعبويه كان يقدمها المكتب السياسي بشكل دوري تعبوي يناقش فيها المسائل ده فيما يخص المظاهر العامه كيف كان يعمل حزب العمل انت تفضلت من خارج الحزب قلت رايك لكن استندت على مقوله شخص آه لم تجاوب على قضيه دانكالية دانكاليا نتاج نفس الممارسات على الحزب عملت آه انا قرات لهم جانب آه طبعا كل المقاتلين كلهم دول بعرفهم انا تقرني ولا قرات لهم بيان قرات انا بيان قال قيادة الجبهة انحرفت عن خط الثورة. اوكي. ده بيانه. ايوه. وانحرف تعامله مع التنظيمات مع قوات حركة وقتنا الثانية تعامل بازدواجية. ازدواجية المعايير. ثاني تقوم بعمل اقصاء لكثير من المناضلين السابقين ما لقوا ما, ما ما ما, وجدوا مكانهم لانه حل محلهم ما عنصر ما بتلك الامكانات وبتلك الخبرات وبتلك المده من من, من, من نضالات في المؤتمر الوطني الثاني قبل المؤتمر الوطني كان كان في خلافات حول عدد الناس اللي شاركوا في المؤتمر من القوى الحديثه عرف كان يرى ناس محمد كان يرى لازم أن تكون قليلة لأنه من يقيم من يحضر في المؤتمر هو من من يقيم التجربة كفر. التجربة أيوة أما الجيتي ما حاجة كنت أنت بتتحدث عن أنه سبعة ألف مواطن مواطن اللي شاركوا أيوه. أيوه. قبل ما يهيئوا تم من منهم تشكيل قوه تشارك في المؤتمر في المؤتمر واسست على المؤتمر طيب البيان إيه علاقته في الموضوع ده؟ هل ساشرح الاقصى عمليه الاقصاء الأقصاء الاقصى تم الاقصى تم تم كده أيوة. انت تجيب انت عنده أيوة. تجارب وخبره يا يعني يعني ريت لو تقول ده مثلا افضل يقدر عنده عنده كفاءات علميه اكثر ربما تستفيد منه في الجبهه الشعبيه وصفت الامكانات دي لكن طيب نبرر كيف انه حركه الاصلاح ااا آه، كانوا يشاركوا فيها قيادات تاريخيه قيادات عندها تجارب في النضال الاستخباراتي، في النضال العسكري، في النضال السياسي آه، لا يمكن يذكر كل انتصارات الثوره الاريتريه وجبهه التحرير الاريتريه بدون الحديث عن هؤلاء القا... القائده الاشاوس الابطال لكن السؤال برضه يعيد نفسه سيلفناتز النت مجموعه عرقية واحدة تنتمي لثقافة واحدة العوبلين حركة إصلاحية حركة دافت عن حقوقها لكن تمثل مجموعة محددة هؤلاء عندهم مبررات كافية حول مسألة الإقصاء وحول مسألة هيمنة اليسار أو حزب العمل على هذا الواقع لكن هم من قومية واحدة لماذا نرى هذا تمزق على الاسر على الاسس الاثنيه، هذه قضيه مطروحه للنقاش لانه ما ممكن نبني وطنا الليله بدون فهم التاريخ وآلامه وأز... عشان كده نطرح هذه الاسئله عشان نز... نلقى شهادات تساعدنا في انه ما نكرر الاخطاء اللي تمت على هذه القوه، تفضل استاذي. أه... حادثه داكاليا زي ما تفضلت اخذ طابع اثني أه... ويتعامل معها ايضا إذن... آآآ آه، للأسف الشديد، كإثني، كقضية إثنية، هي قضية إحنا في آه المجموعة مثل إبراهيم إدريس محمد آدم ولا حامي التركي، نعم، المجموعة اللي تم اعتقالها. اللي تم اعتقالها، إبراهيم آه إدريس محمد آدم بيقول نحن الشهيد سعيد حسين لما جاء شرح له الوضع في داخل التنظيم الانحراف اللي حصل في داخل التنظيم من قبل مجموعة حزبية و هو بدوره وطلبنا بدوره يقوم بعملية تعبئة الناس اللي بيعرفهم والناس عندهم موقف من, من 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 هذا التوجه بعد ما صالح حسين وضحت له الصوره بالكامل قال لازم نكون بثوره وطبعا كلنا بنعرف سيد حسين رجل ثوري قوي بعد ما اسس الجبهه طلبوا من يكون رئيس على على حد قول المراد الكبير ادن قال انا ما اكون رئيس انا اكون هتحرك وحقش المدن واقوم بعمليات فدائيه هذا الانسان بمجرد ما سمع تحمس قال انا حقوم بصورة. الجماعه لازم يواجهوا بقوه و نحن قال رفضنا التقرير لازم يكون من داخل وسياسيا في الاخير لما رفض نحن يقول دعمناه بوثيقه البيان اللي دعمناه بهذا ودي كانت الوثيقه اللي حكمنا بها على اساس الوثيقه اللي استندت في جيبهم وعلى اساس ده تم اعتقالنا تم اعتقال هؤلاء القيادات ناس قيادات ناس حبيبتي تركي اللي ناس ابراهيم أيوة. اللي محسو... اللي حسبت على انها تيار اسلامي انها حسبت على مجموعه دنكالية المجموعه الدنكاليا أيوة. يقول احنا لما سعيد لما تم الموقف هو أيوة. قام بثوره طيب و بعد و و, و... 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 الاسباب أيوة. مكتوبه كلها بعد ما قضوا عليهم البيانات الوثيقه دي استنت والامن قدم الوثيقه دي كحجه ضدنا بيقول اذا هذا الجماعة دول ما كانوا مجموعه اثنيه عايز أيوة. الجماعة الجماعة دول ايوه المجموعه دول كانوا مرادلين وقيادات في عليك كانوا يعملوا مع بعض لما تتحرك اي عمل تبدا أيوة. تبدا من الانسان اقرب فهما لك او اقرب او تأب بالاضافه ده بصرف في اقصاء على مستوى في ناس الجماعه اللي ما يعني من اقدم احمد ابراهيم منادل 64 ذكرته ومؤهل وكفو ما ممكن انا اعمله مسؤوليه عمليات واخذ دوره وكل العمليات العسكريه اللي كانت آه لما تحدثنا عن داكاليا الهجوم اللي حسب الكامل بالكامل كل الناس اللي كانوا يقول لك هو اللي سد حتى لو عثمان عمر عثمان لما مشى كل الجبهه اللي كان السد لها هو احمد ابراهيم وسعيد سحيل المعروف عمر م. اذا كانت تقصي الجماعه دول لعمر سوى تعمل, تعمل, تعمل قائد كتيبه فهمت ولا تجيب واحد تعمل قائد قائد لواء ما إذا, اذا 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 اخذنا هذا في الاعتبار قلت. في في اقصاء متعمد في تهميش في مناطق ما فيها مدارس مناطق ما فيها في, في, مناطق, في مناطق هناك ما ما فيها مراكز صحيه بينما تجي في مناطق ثانيه تطفي كل شيء اذا ده اذا عوامل الثانيه كاضافي اما كعمل سياسي هو انحراف هذه انا محمود اسماعيل الله يرحمه في جده قال لي صالح القيادي انحرفت و يكون لما كنت تونس قبل الانقلاب 25 مارس ان جت تعميم كل فلوس الاتحاد مباشره تورد في خزينه الجبهه زمان كانت عبر الاتحاد اتحاد ياخذ 60% و 40% كان يسلمها تلزم والتعميم ما في اي عضو قيادي يجي السعوديه يعمل اجتماع مرفوض حسين خليفه لما جاء مناد الحسقيفه لما جاء عاوز يعمل اجتماع انا قلت له لجنه الفرعيه ما يعمل قال ليه؟ لعل هذا التعميم موجود لا قال احنا عاوزين نعرف اخبار الميدان ولازم يعمل عمل اذا كل اي يعني انا ما 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 عاوز امشي ابعد من كذا لان الوقت ما في لكن انا اقدر اقول كل المشكلات دي هي مشكله من راس حزب حزب العمل اللي ادى احقيه يعمل حزب وينشر افكاره ويمنع التعليم من من ممارسه حقهم وده كانت نتيجه واذا تحرك ما اثني اذا كان سليمان ديني اللي قتلوه في التعذيب ناس محمود بشير موجود في الرياض كان قاعد قطاع كلهم موقعين على الآية محمود بشير موقع على البيان سليمان ديني بالتعذيب قتلوه في واحد كان معتقل جنبه هنا يوهانس بيقول لما كان يعذبوه هو يصرخ كنت اسمع قال ناس قتلوا بالتعذيب إيه ناس اقتلوا إيه إيه في السجون اسماء الازاز يقول اول ما تحركت الاثيوبيين القوات الاثيوبيه اطلقوا سراح كل بتاع الجبهه الشعبيه وجواسيس السيوبية وكلهم خلونا نحن لوحدنا في 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 في, في طلعوا ما لقوا حراسه إيه؟ لما طلعوا طلعوا ما لقوا حراسة ما لقوا دخلت اذا انا اقول تقول ما في اتاكد للمره الثانيه والثالثه والرابعه حركه تكالا ما حركه اثنيه ايضا معالجتها كان قطع البعض الانسان عوبلين لما نشقوا عبد الله ادريس الله يرحمه مشى بنفسه قابلهم خلاص شنو بدون سلاح دخل فيهم قال لهم عرض السلاح وناقش معاهم واستلم بينما بينما في اجتماع علينا التنفيذ انا ما حضرت حسب رواة بعض الناس اللي سمعهم ويمكن تسمع دقيقه يعرفوا الحقيقه هذا اول ما قالوا ناقشوا دي، الجماعه دول يجب اجبها تواجههم تمسكهم يعني بيقول عبد الله اذا كانت الجماعة على الدرابون نعمل شنو ليه السؤال ده اذا درابون نعمل شنو انت اذا كانت الجماعة دول قرار صدر الجماعة دول مواجهتهم مواجهاتهم فهمت تمسقهم الجماعة مجرد ما وصلوا هناك الرواية الواحدة في ناس هربوا من هناك جو موجودين هنا موجودين نزلوهم في عبي منطقة اسمها عبي واكلوهم وسممهم وهم رقاد ايه او مخدرين كل واحد على راس واحد قتلوهم بدم بارد لو لو صابهم لو في المنطقه دي حاصروهم فقط منطقه فيما فيما كان حيمسقوهم اذا كان متعمد لانه في 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 روايه ثانيه وفي كتيب ابن ابناء اسره الشهداء اللي كتبوهم عبد الله ادريس كان متفق مع ناس مرصوبة وفعلا انا اعرف جنود كانوا يتدربوا في دبرة مجمعينهم لعبد يقول بيقول القوة ثانية انقلبت ويجب جيبوا جنود وكانوا يدربوهم هناك بعد ما انكشفت الحقيقة بعد ما انكشفت الحقيقة هذه عبد الاب الجبهة لما انكشف الحقيقه دي وحاصر المعسكر مرسوبه جاي يقابل عبدالله في 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 بركه هرب منه قال له دخل السودان دخل السودان وراه قال له رجع رجع بركه عشان كان متفق متفق معاهم في الاخير لما الحقيقه ظهرت عبد الادريس اذا إيه أل أل اذا أل اعتقلوهم وحدث استوجبوا دول اكيد حيكون متورط في, 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 في القضيه دي هذا موجود كتاب بعد استشهادهم باسم ابناء اسر الشهداء اللي صدر انا هنا ما ما اقدر اثبت هل انا قاعد اروي ما حدث حولي ما حدث على حول اسمه لكن قوم اذا جمعوا رفضوا نعمل شنو نضربهم نضربهم دي في علامه استفهام كبيره وهذا أنا أقول طريقة معالجتها كانت خطأ وكانت تعمد ده اللي حصل تدخل من ضمن جرائم الحرب اللي حصلت في اريتريا من قبل حزب العمل من قبل قيادة الجبهة الشعبية من قبل قيادة اثيوبيا والحقائق ده ما ممكن بالتقادم يجب ان يوثق وتوصل الى الحقيقه ده 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 ده. وشكرا استاذ صالح سليمان كانت رحله جميله رحله بدات شابه وتعددت بانجازات وتجارب متعدده كنت فيها الطالب كنت فيها الشاب اليافع كنت فيها الكادر الطبي كنت فيها الكادر السياسي كنت فيها المدرس في بين الجنود في لجنه الجنود هذه قضيه ما حكيتها لكن كنت ايضا ذكرت لها في المنطقه الثالثه كنت فيها الكادر السياسي المتفرق وكنت فيها انت بفكرك بروحك باسرتك بعلاقاتك مع رفاقك ورفقاتك في هذه الثوره نشكرك لهذه الشهادة قد يختلف معك البعض قد يختلف معك البعض لكن كنت صادق فأن تقول الحقيقة كما تراها كما أنت تنظر لها في ضمن سلسلة حوارات نأمل أن الكل يأتي إلى المنصات كمثل منصتنا ومنصة الآخرين حيث الساحة لنا ولغيرنا لتنوير جماهيرنا حول تاريخنا. المختلف عليه حول تاريخنا الذي لم يكتب بشكل جماعي حول تاريخنا الذي فقط نسمع أجزاء منه هنا وهناك على أمل أن تكون هناك لحظة تاريخية يتم فيها جمع هذا التاريخ وبتعدده بأراء المختلفة نشكرك لأنك كنت صبور معنا وكنت صبور معي أنا شخصيا في هذه الأسئلة التي قد تكون أسقلتها عليك في جزء منها اصراري على ان تقدم شهادتك وكنت ايضا امين ان تقدم هذه لكن نطالبك وبكل دقه وبكل حماس ان نرى كتابا منك يخط هذه الحقائق كلها حيث يتم يعني النقاش حولها وقراءتها والاستفاده منها للاجيال لكم كثير الشكر والتقدير لأنكم ساهمتم معنا في الاستماع ونطلب من الأستاذ صالح سليمان أن يقدم رأيه أو تحيته الأخيرة لهذا البرنامج ولجمهوره المستمع. آه شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم والشكر موصول إبراهيم أحمد وأستاذ المخرج والمدير استاذ عبد النور احمد كثير سعيد ابراهيم مساعد مخرج مساعد مخرج ابراهيم ابراهيم, أبراهيم, أبراهيم احمد مساعد ابراهيم احمد مساعد مخرج جميل عشان هو عشان ابني ما تعطيه اكثر هذا حقه الحقيقه انا كنت اقول مرتاح لهذه المقابله لانه ما فيها حواجز ما فيها الا استاذ عبد الله يقول ستوب يقول ولا كات اكشن اكشن لا لا الاخير لما يوقفنا <applause> يعني إيه كانت رحله جميله حسيت طوف حول العالم انا اتمنى لا ايه العمل هذه تستمر أنتم رواد لعمل كبير لم يسبقه مثيل وبالتاكيد حتو عمل تاريخي زي تفضلت ممكن الناس تختلف عليه وتفق لكن ناس قال ترجع الوثائق ما قلت انا ولا يقول الاخرين انا كنت حريص عشان امشي ارجع لل للمراجع إلا العلي اشتركت في عنا وعملكم ده حيكون نبراث للآخرين حيتبعوكم وشكرا جزيلا وموفقين في في كل خطوة تخطوها نحو خدمة هذا المجتمع خدمة هذا الوطن ونتمنى يزول النظام الحالي ونرى هذا الدور عمليا في وسط شعبكم وفي وسط مجتمعكم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه بهذه آه نختم آه حلقتنا الاخيره آه ونامل آه ان نواصل معكم في رحلات قادمه آه في ملامح من آه التاريخ الاريتري حيث نصطحب فيها الزمان والمكان وما بينها من من تجارب وعطاء تعددت فيه الرؤى وتعددت فيه المدارس وكل مسؤول عن رأيه ونحن لسنا أكثر من منصة إعلامية تسمح للكل أن يتبادلوا ودعوا الورود تتفتح